أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات مقتل وإصابة 34 من أفراد الحشد الشعبي إثر قصف جوي أمريكي غربي الرمادي. نقرأ في عربي 21: واشنطن الغارات على كتائب حزب الله ناجحة وتهدد بإجراءات أخرى. نتصفح في المدى: قائدان عسكريان يراسلان البناء لتكليفهما بتشكيل الحكومة. نطالع في العرب اللندنية: ضربات أمريكية لميليشيات الحشد الشعبي من دون التنسيق مع بغداد. وجاء في القدس العربي: بومبيو: أمريكا اتخذت إجراءات حاسمة ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. ونقرأ في العرب الجديد: 25 قتيلا بقصف لمقر ميليشيا عراقية وتهديدات برد قاس ضد التواجد الأمريكي. وأخيرا نقرأ: الشرق الأوسط، السعودية تحبط هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة في الدمام. أهلا بكم. جاء في الزمان: لم يعبر التاريخ أبدا حدود ساحة التحرير، وسيقف بالتأكيد في ذي قار والنجف وكربلاء والبصرة والمثنى والقادسية وبابل وميسان والكوت، ويفرش سجادته ويصلي صلاة الفجر على أرواح النفوس الزكية التي صعدت إلى الباري عز وجل الجليل من أجل وطن أهدرته أرواح الشريرة وضيعت مفاهيم قدسيته. أيادي توغلت بالأنانية وركوب المعاصي والمال الحرام. حول تاريخ ثورة تشرين كتب جاسم مراد في صحيفة الزمان العراقية: هي ثورة أو انتفاضة، سمها ما شئت، لكنها في كل معايير الحسابات لم يحدث مثلها في التاريخين القديم والمعاصر، ولم تشهد مثلها كل الأزمنة والأماكن، فقد عبرت بشبابيتها الغضة وروحها الوثابة التي طوت الرصاص والغدر من أجل الأطفال الذين تغص بهم الشوارع بغية الحصول على كسرة خبز، والأمهات اللواتي أعطين كل شيء ولم يقبضن سوى الحسرة والبكاء والدموع السيالة. إنها بحق ثورة قادها الشباب، والتحق بهم كل الناس من أجل وطن منتهك ومال منهوب وحقوق مغدورة ومدينة منتهكة وبلاد أعطاها الله عز وجل كل شيء لكن أبناءها لا يملكون أي شيء. إنها انتفاضة أقسم شبابها على الرغم من الوجع اليومي على استرداد ما أخذ منهم غيلة على استرداده بالقوة، والمضي في أخذ الحقوق والمال المنهوب ممن ليس لهم الحق فيه. هو مال لهؤلاء الجياع، ومال من أجل أن تبنى فيه المدارس الحديثة أسوة بكل أبناء البشرية، لكي يلتحق بصفوفها هؤلاء الفتية المنتشرون فوق قمم المزابل بحثاً عن المخلفات بغية بيعها. يقول الكاتب: أمنيات العراقيين ستتحقق حتما وتمهر بالدماء الزكية، وسيكون لكل شهيد اسما مطبوعا على شوارع المدن في كل المدن العراقية، ويقف التاريخ مرة ثانية عند مواقف ثورة تشرين ويسجل: هنا كانت الثورة، وهنا بدأ العراق اسما وتاريخا، حيث سجل قبل 7000 عام وفق الكاتب. نقرأ في الاندبندنت: درس قل مثيله، العراق اليوم درس في النقائض، درس في غير المتوقع، هذه الأرض السوداء الولايات المتحدة العراقية كما هي، التاريخ هي الغد الذي يبدأ اليوم، بلاد الشهيد، بلاد الشاعر، بلاد الحلم، بابل الدنيا، اليوم كما الأمس، العراق اليوم
يقدم إحدى عجائبه، فالشارع العراقي يمسك بزمام الأمر رغم كل التضحيات والتدخل الإقليمي والدولي، فالشارع العراقي موحد في مواجهة سلطة جائرة فاسدة. مقال للكاتب أحمد الفيتوري في صحيفة الإندبندنت في نسختها العربية. العراق اليوم يدفع تكاليف إضافية، فالاحتلال الأمريكي لم يزل الدكتاتورية بل نبش الوحل وأعاد إنتاج فاشية القوى الدينية التي كانت قد تحولت إلى المتحف، فعمل الاحتلال على إعادة إحيائها فدعمها، ثم أتاح الفرصة لمثيلها الحاكم في إيران أن يحكم بغداد وأن يعيث فيها فسادا بقناع الدين وروح القومية الفارسية الغابرة. وبهذا بات العراقيون بين مطرقة الاحتلال الأمريكي وتوابعه وسندان التدخل الإقليمي المصدر لأزماته، وقد حدث ذلك دون عضيد أو داعم، فلا حليف للعراقيين كان في مواجهة المطرقة والسندان. لقد تخلى جميع المتصارعين عن العراقيين، بل ومنهم من صب الزيت على النار لأجل إزاحة العراقي منافساً فاعلاً قوياً في المنطقة، وحتى أن هذا جمع بين الأعداء فتحولوا في هذه اللحظة الاستثنائية إلى حلفاء. العراق اليوم الدرس الفصيح أن المحنة تخلق تفاؤل الإرادة رغماً عن تشاؤم العقل. وفي الموجة الثانية للربيع العربي، العراق بمكوناته كافة ينتهز فرصة اشتباك الخصوم الإقليميين والدوليين فيسيطر من خلال الشارع على الزمام. يقول الكاتب: العراق اليوم يزيل عن كاهله الخرافات. نعم، يزيل الخرافات مدركا أن أجمل ما في الحياة أن أوهامنا معنا، فالإنسان بحكم الضرورة موهوم أنه يعيش أبدا، لذا غده يبدأ اليوم. ولذلك العراقيون في ساحة التحرير يقبضون على الجمر بإدراك أنهم قد غيروا واقعهم. ما يحدث في العراق اليوم مؤشر أول لم تتضح معالمه بعد على نهاية الحرب بالوكالة والحروب الدينية المستحدثة واستحداث عصر آخر. جاء في صحيفة المدى فيما يذكر مثقفون ومتخصصون بل وسياسيون كذلك متنفذون اليوم بأن الدستور كتب على عجالة، وكتب في ظروف غاب فيها دور الشعب الذي جرى تضييعه بسبب الغزو الأمريكي واشتعال الحروب الطائفية التي أذكتها دول المنطقة. جاء هذا في مقال للكاتب مهند البراك في صحيفة المدى. ما لعبته أوساط حاكمة إسلاموية في تثبيت نزعتها الاستئثارية بالحكم على حساب الشعب بمكوناته خلال عمليات مواجهة الإرهاب الذي كان يتصاعد في المنطقة وصار إرهابا دوليا. لقد غيرت مواجهة الإرهاب وبحجتها تغطى الكثير مما كان يطبخ ويجري طيلة 16 عاما بلا حساب للدستور الذي جرى تخطيه في بناء أنواع الميليشيات التي صارت عملياً الحاكمة بامتداداتها التي كونت البرلمان بأنواع العنف والتزييف والأكاذيب غير المحدودة باسم الدين والطائفة، حتى تكونت طبقة حاكمة تسند كتلها بعضها بعضاً على أساس المنافع الأنانية الضيقة باسم الطوائف، وتكونت قوى مسلحة على أساس الطائفية الحاكمة المتوافقة بطغيان شعارات تحرير القدس وبسوء استغلال مزاد العملة الموزع على الأحزاب الحاكمة التي استولت من خلاله على موائل طائلة هي ملك للشعب العراقي ولثمرة إعداد إنتاج معامله وأسواقه وإنتاجه الزراعي في ذلك الخضم العنفي والإرهابي. وباسم مكافحة الإرهاب تكونت طبقة حاكمة استغلت وجودها على دست الحكم ومؤسساته المنتخبة باسم المحاصصة. مهند البراك يقول: أطراف العملية السياسية سرقت ملكية ثروات البلاد وسجلتها بأسماء عوائلها وأفراد منها
ودخلت في عقود استثمار لا تزال تجري مع شركات واحتكارات دولية وإقليمية، وحققت لها أموال مليارية خيالية على حد تعبير برلمانيين حاليين وسابقين في لقاءات على فضائيات عراقية وأخرى عربية، مستغلة سبات الشعب الذي ضيعته هي في الفقر والبطالة والجهل والخوف والطائفية. إن جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما الذي تأسست بموجبه محكمة الجنايات الدولية توافرت وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة. عن خلاصة ما أعلنته بن سودة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، كتب صادق الشافعي في صحيفة الأيام الفلسطينية: لقد رأى الجمهور الفلسطيني في الإعلان المذكور انتصاراً مهماً حققته الدبلوماسية الفلسطينية بتخطيط علمي مدروس ومثابر، وبالاستناد إلى تأييد أهل الوطن وصلابة تمسكهم بالأمل وبحقوقهم التاريخية والوطنية، وكما أقرها المجتمع الدولي. ومن الطبيعي والمتوقع أن تكون الجهة الفلسطينية المسؤولة عن المتابعة بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وأن توظف كل إمكاناتها وخبراتها القانونية والدبلوماسية لهذه المعركة، ولا ضير في استعانته بخبرات قانونية عربية وعالمية. الحالة الثانية حالة هلع وهيجان وفقدان توازن. الحالة الثانية حالة هلع وهيجان وفقدان توازن عاشتها دولة الاحتلال، كما عبر عنها أكثر من مسؤول أول وأكثر من جهة رسمية ومجتمعية وإعلامية، وكأن إعلان الجنائية الدولية جاء صدمة غير متوقعة، وفي وقت أدمنت دولة الاحتلال لسنوات طوال العيش في حالة من الاسترخاء المطمئن، وأخرجت من حساباتها إمكانية أو حتى احتمالية تحرك المجتمع الدولي ضدها وتجرؤه على محاكمتها بجرائمها. بصراحة ما يزيد من حالة الهلع لدى دولة الاحتلال أن إعلان المدعية العامة يأتي تقريبا في نفس توقيت إعلان لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث أنها ستنشر الشهر المقبل ستنشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات في الضفة الغربية وحتى في شرق القدس ومرتفعات الجولان. تصفية القضية الفلسطينية. جاء في عربي 21: تصفية قضية فلسطين تستهدف الأردن كذلك. هكذا يرى الكاتب ياسر الزعاترة في مقال نشره موقع عربي 21 وجاء فيه: لا يحتاج أحد إلى كثير ذكاء كي يدرك أن أحدا في الكيان الصهيوني ليس في اليمين فحسب، لا يمكن أن يعترف بأي جزء من الضفة الغربية كأرض فلسطينية ويتنازل عنها رسميا، لأن ذلك ينسف عمليا جملة الرواية الصهيونية عن يهودا والسامرة بوصفها أرض الآباء والأجداد. وكل ما هو معروض وسيبقى كذلك هو أجزاء من الضفة الغربية أقل من 40% منها، مع بقاء المستوطنات في صيغة حكم ذاتي تحت عباءة الاحتلال، ومن دون القدس بطبيعة الحال. في المحصلة يأمل الصهاينة أن يربط هذا الحكم الذاتي بالأردن، أي ربط الديموغرافيا وليس الجغرافيا التي ستظل تحت سيادة الاحتلال. الخلاصة أننا بإزاء عملية فنية لتصفية القضية لن تحتاج إلى توقيع من الناحية العملية، وسيكون بوسع عباس أن يواصل الخطابة ضد المؤامرة مع الحديث عن الدولة القادمة، مع العلم أنه سيكون حالة آفلة بحكم الطبيعة الإنسانية. لكن واقع الحال على الأرض هو تحويل النزاع إلى مجرد نزاع حدودي لا أكثر، أي أن يتحول المؤقت إلى دائم. يقول الكاتب: تلك هي خلاصة المؤامرة القادمة والتي سماها بعض قادة الصهاينة بالحل الإقليمي. وإذا لم يتوحد الشعبان الفلسطيني والأردني وتتغير استراتيجية التعامل مع المقاومة في الداخل الفلسطيني،
فإن إمكانية مرورها ستكون واردة، فيما نعول كثيرا على انتفاضة شاملة في الضفة الغربية، تقليب الطاولة في وجه اللعبة برمتها وفي وجه قيادة فلسطينية تسهل مرورها على الأرض وفق الكاتب. نقرأ في الشروق الجزائرية: نعم، الجزائر سياسيا بعد انتخاب رئيس للجمهورية ليست هي نفسها الجزائر التي ظلت تعيش شهورا في حالة فراغ مخيف، فقد تغيرت المعادلة وعلى الجميع إدراك ذلك جيدا. مقال للكاتب حسان زهار في صحيفة الشروق الجزائرية يتطرق لهذا الموضوع. اليوم يعود مهد الحراك، ويعود قصر الشعب، ويعود التيفو الذي حمل صوت الجماهير المغيبة طوال 30 أسبوعا، وتعود المدن الجزائرية الأخرى المغيبة بعد أن احتلت شوارع البريد المركزي وأودان المشهد بالكامل لكي يتحدث عن أغلبية فضلت في وقت عصيب الصمت حفاظا على الجزائر، لكنها قررت اليوم أن تتكلم للسبب ذاته وهو الحفاظ على الجزائر. لقد ظهرت تلك الملايين المغيبة بفعل بروباغاندا والتزييف طويلا مع الانتخابات الرئاسية لكي يردوا بطريقتهم على كل الساقطين أخلاقيا الذين سخروا من الشيوخ وأهانوا النساء في المهجر، ولكي يعلنوا أنهم رقم صعب لم يأخذه تجار الفتن في الحسبان، وأنهم هم من سوف يقلبون المعادلة بالكامل. هذه الأخلاق وهذه الوطنية هي التي تفر أن يعود الحراك إلى رشده الذي يكون قد ضيع بعضه في غمرة التجاذبات والاختراقات، فلا ترفع فيه راية غير الراية الوطنية، ولا شعارات غير الشعارات الجامعة الوحدوية. يضيف الكاتب: الحراك الذي سيبقى هو حراك الشعب، وليس حراك الفئة وحراك الوطن، وليس حراك الجهة، حراك ما بعد الجنازة. لن يكون حراك فتنة وتخوين، بل سيكون حراك رحمة وتمكين، وفق الكاتب. بعيدا عن السياسة، نقرأ هذا الخبر: قالت السلطات اليابانية أنه تم العثور على رفات 5 أشخاص على الأقل في قارب خشبي يشتبه في أنه من كوريا الشمالية على ساحل إحدى الجزر اليابانية الخارجية. وقال مسؤول خفر السواحل كي شينين أن الشرطة عثرت على الرفات في قاع القارب على شاطئ جزيرة سادو التي تقع قبالة نيجاتا شمال غربي اليابان، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. وأضاف المسؤول أن الشرطة عثرت على رأسين وخمسة هياكل عظمية، مشيرا إلى أن سبب الوفاة لا يزال قيد التحقيق. ولم يتسنى المسؤول بعد معرفة إن كان الرأسان الاثنين من الجثث أم لشخصين آخرين، وقال إن الأمر رهن التحقيق، وأشار إلى أن الواقعة هي الثانية من نوعها منذ الشهر الماضي، وتم العثور على حروف أبجدية كورية في مقدمة القارب. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
في الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.